يعني النهضة طالع منها 6 جثث. إخوان قتلوا حوالي 80 واحد. 111 عمل إرهابي ارتكبه الإخوان المسلمين. هنكمل مع حملات الإخوان المسلمين ما بين قوسين بيسموها لعكننة الشعب المصري. ده جزء من جرائم الإخوان. 23 واحد اللي كانوا تحت المنصة أقول لكم قصتهم إيه؟ احنا شايلينهم في الثلاجات وهطلعوهم وقت الزنقة. واضح انها برضو دي مش حديثه الدم، لا ده جثث قديمه. 13 أغسطس 2013. تحت المنصه ياتيكم في الاوقات التاليه.